احنا النهارده بنمر بازمه ان ما عندناش حراس مرمى كتير مميزين. انا بتفق مع كابتن رمضان ان جنش عامل ماتشات كويسه، لكن انا شايف ان لازم الشناوي، احمد الشناوي بيراميدز، لازم الناس تبص له في المنتخب نظره مختلفه. ولو هو راجل بيطالب بحقه برقم فانيلا ولا معرفش ايه، ده عرف موجود عندنا في مصر. حل المشكله مش ان انت تستبعده، حل المشكله ان انت تلاقي حل وتجرب مره تانية وتشوف ايه القصه. انا شايف ان الشناوي بيراميدز خبراته وادائه في ماتشات طبعا بيبقى فيها بيعمل اخطاء زي اي جول كيبر يعني، لكن لازم انه شايف ان هو لازم يبقى موجود. انت لازم تروح كاس الامم اللي جايه مستعد لكل الظروف. بتفق مع كابتن رمضان وكابتن محمد ان اكرم توفيق لازم يبقى موجود. لازم ان 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 طبعا امام عاشور لما رجع ورجليه في الملعب لازم يبقى موجود. لازم محدش النهارده يبتدي يقيم امام من اول وجديد يقول لك لسه ما رجعش لمستواه. لا، هيرجع لمستواه ولما يروح المنتخب هيبقى مفيد للمنتخب، لان هو لعيب مختلف عن كل التمنيات اللي موجودين. كمان لو عايز تحطه باك رايت في ماتش من الماتشات هيلعب كويس، لو عايز تحطه وينج في ماتش من الماتشات هيلعب كويس، لعيب لا غنى عنه. مصطفى فتحي زي ما الكباتن قالوا، انا بقول لازم يبقى ليه دور اكبر. اخيرا مصر ما فيهاش ولا راس حربه رقم 9 اللي تقدر تقول عليه اللعيب الكلاسيك المحطه اللي يقدر يتعامل مع العرضيات ويقف لك على الكره في الماتشات الكبيره، رغم ان خبراته الدوليه قليله. اوفا من نادي انبي لازم يبقى المعسكر اللي جاي ده في رايي معسكر توقيت نموذجي، ان انت تدخل لعيب وتحضره لكاس الامم. ما تقولش ان ما عندوش خبرات دوليه، هو هيجيب الخبرات الدوليه منين؟ هيجيبها من ان انت تديله. لو انت مثلا الماتش الاولاني بتاع مصر ده كسبان وسكور مريح، تديله اخر تلت ساعه 25 دقيقه يجيب جون تكسب راس حربه. مصر ما فيهاش راس حربه كتير 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 موجودين، لان الاسلوب لعب فيكتوريا ان هو بيحب يلعب لعيب رقم 9 طويل سترايكر نمبر 9 بوكس سترايكر. فاتمنى ان يعني ان اعاده التفكير في موضوع الشناوي ده مهم جدا. واخيرا اوباما، ومش بقول كده عشان انا زملكاوي، انا ما يهمنيش في المنتخب لا زمالك ولا اهلي ولا حاجه، اوباما لعيب كبير ولعيب ما خدش للاسف فرصته في المنتخب خالص. لو بيأدي بشكل كويس، ولو ماتش بيراميدز بكره كان من نجوم المباراه زي ما هو الماتشات اللي لعبها قبل كده كان كويس قوي، اكيد لازم ياخد فرصه ان هو يروح منتخب مصر. بشكر.